السلام عليكم. او المونطاج تاع زوج اللي نديرو انا للماربري الجماعه اللي طلبوا مني. هاي الميريو هنايا عندها 1 سنتيمتر، تلحق هنا الترقيعه الاولى. هاي نهزها لكم باش تشوفوها مليح. هاي الترقيعه الاولى تاع لي ستوبر، العقاشات وميريو كيك. ها نقول نبدا منها من الكارلاجه هذه، عندها 25 كارلاجه ده. واحده، زوج، ثلاثة، أربعة، صافي. هنايا عندنا متر، 1.25 بين الوحدة والوحدة، 1.25 ندير الدوزيام، ومن لهنا كاين 1 ديس بينها وبين البلو، 1 ديس، ونركب البلون تاعي، توجور ديرو ستوبر هذا باش ما يروح لكمش البلون، دي فوا هذا عاد يطلع وحده ويكروشي شوية، تسيكوس شوية يطلع يدير روتور يخرج البلون. هذا ديرو هكذا سيكيريتي مليح. والترقيعه هذه التحتانيه اللي عند البلون نديرها هكذاك 70 80 سنتيمتر، وهذه الترقيعه الفوقانيه نديرها بين 50 60، كل مره كيف على حسب البحر. انا راني صيد في بلاصه غامقه. وبالنسبه للمونتاج كوليسون كيف كيف بصح ما نبعدش بيناتهم بزاف. ندير الفوقانيه 41 والتحتانية 41 وندير بيناتهم 81. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.